ان انت اللي هنعرف نشتغله النهارده اللي هو الكيميكال رياكشنز والكيميكال ايكويشن. ما معنى كلمه كيميكال رياكشن؟ كيميكال رياكشن زي اللي انا قلت لك عليها قبل كده، هي عباره عن بريكنج لبوند ما بين رياكتنت وفورمينج نيو بوند في البرودكت. طبعا الكلام دوت كده ايه، ايه ده الكلام ده، إيه الكلام اللي يخده ده؟ لا انا هقول لك بالراحه احنا ايه فائده الكيميكال رياكشن. احنا لو جينا دلوقتي وعملنا اكسبيرمنت، تجربه بسيطه كده عملي في المعمل، يعني جيت دلوقتي جبت مثلا شيت اوف ماجنيزيوم، حته قطعه ماجنيزيوم، ورحت جايباها وفي الجو بتاعي اللي هو الاكسجين عادي اللي حواليا ده، وحاولت ان انا اعمل لها بيرنينج، سخنتها كده بالايه، جبت كده زي كبريت او حاجه ورحت جايبه شيت، هو الماجنيزيوم ده بيبقى عباره عن شيت كده، شيت لونه فضي، ورحت جايباه وعامله بيرنينج للشيت اوف ماجنيزيوم. ايه اللي بيحصل؟ بلاقي بعد فتره وايت باودر از فورمت، بلاقي ايه، بودره بيضه كده اتكونت. طيب هي البودره البيضه اللي اتكونت دي كانت بتاعه ايه؟ طب هو ايه اللي حصل؟ هو ده اسمه الكيميكال رياكشن. الكيميكال رياكشن تعريفه بالعربي هو التفاعل الكيميائي بيحصل ما بين حاجات اسمها رياكتنت علشان ينتج لي حاجة اسمها product in the condition of the reaction، في ظروف معينة للرياكشن. هل كلهم بيحصل فيهم heating؟ لا، ده according للرياكشن بتاعي. يعني في بعض الرياكشنز بيحصل فيها heating، بعض الرياكشنز التانية يحصل فيه حاجة اسمها cooling، في رياكشنز بغير في الاتموسفيريك بريشر. يبقى الكيميكال رياكشن هو الثلاث عناصر المهمين فيه، ها، reactant، product، and condition of the reaction. الرياكتنت هو ده اللي انا زي ما قلت لكم قبل كده هنتكلم كده بيني وبينكم، اللي هي الايه، الطبخه بتاعتي. انا ببقى عشان اعمل طبخه ببقى محتاجه ingredients، مكونات، يعني عشان اعمل صينيه البطاطس اللي انتوا خلاص حفظتوها دي بتبقى محتاجه ان انا يبقى عندي بطاطس وطماطم وفلفل، دي الingredients، دي الرياكتنت بتاعتي. تو ايه بقى؟ عشان اكسرها واعمل البرودكت. يبقى تعريف الكيميكال رياكشن هو ايه؟ هو البريكنج داون للبوند اكزيتد ان ذا رياكتنت، البوند اللي موجوده في الرياكتنت مولكيولز تو فورم نيو بوند ان ذا برودكت. تمام يا شباب، معلش الصوت بس ثانيه. فاحنا نقول تاني، احنا بنعمل البريكنج داون للبوند الموجوده في الرياكتف عشان اعمل نيو بوند في البروتين. ده مش هفهمه غير لما اتفرج كده على المنظر اللي قدامي ده. دي كده اسمها الكيميكال رياكشنز، اللي قدامك دي كده الجزء ده كله كده، ده اسمه ايه؟ كيميكال رياكشن، بيتكون من رياكتنت زي ما انا قلت لك وبرودكتس وانتاج للبرودكتس. تعال نبص على الرياكتنت كده، انا عندي هنا 1 اتوم من الكربون is combined with ايه ده؟ ده 2 اكسجين اتوم، عندي 2 اكسجين اتوم. لو انت رجعت كده الحاجة اللي احنا كنا قلناها في الليسونز اللي فاتت، ان المنظر ده اللي البوند اللي ما بين الاكسجين عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن دبل كوفيلنت بوند. بص كده على الاكسجين، الاو 2 دي لو انت جيت رسمتها هي او ماسكة وO تانية بدبل كوفيلنت ايه؟ بوند. ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك اللي بيحصل هنا ان بيحصل بريكنج. بيحصل ايه؟ بريكنج لمين؟ للبوند اللي بينهم، البوند دي بتتكسر اللي هي ما بين الاكسجين، ما بين الاكسجين الاتوم والاكسجين اتوم، البوند اللي ما بينهم بيحصل لها ايه؟ بريكنج داون، بتتكسر. فلما بتتكسر هيجي الكربون يعمل كومباين، هيبدا يتحد مع الاكسجين فيعمل لي كربون دايوكسيد. نقولها تاني، ان بيحصل بريكنج للاكسجين اتوم وبعدها بتتحول الى 2 فري اتومز اوف اكسجين رياكت مع الكربون. تمام، نخش بعد كده على ان اللي انا شفته ده حاجه اسمها كيميكال ايكويشن. يعني انت لو بصيت كده قدامك هتلاقي ان دي عباره عن معادله كيميائيه، كيميكال ايكويشن. الكيميكال ايكويشن دي انا دلوقتي جيت عملت لك التجربه، تمام، عملت
التجربة في المعمل، ورحت جايبة زي ما كنت لسه بحكي لك، جبت المغنيسيوم في وجود الأكسجين، عملت له هيتنج، اتحول لوايت باودر. جه معايا زميلي قال لي ايه ده، هو انت عملتي ايه في التجربة، هي التجربة دي اتعملت ازاي؟ فانا عشان اشرح انا عملت ايه، عملت الكيميكال رياكشن ده ازاي، رحت عاملة اكويشن، عملت حاجة اسمها كيميكال اكويشن. يبقى الكيميكال اكويشن ما هي غير انها سيمبل اند فورمولا، ماشي، عبارة عن رموز وحاجات تبين انا عملت ايه في الكيميكال رياكشن. تمام كده؟ يبقى انا لازم افهم يعني ايه كيميكال ايكويشن. كلمه كيميكال ايكويشن هي عباره عن فورمولا وسيمبل تو ريبريزنت الكيميكال رياكشنز، بتتكون من الرياكتنت، برودكت، اند اهم حاجه السهم اللي عند حضرتك ده، ده اللي بيمثل او ده اللي بكتب عليه انا عملت ايه في الايه؟ انا هنا عملت ايه مثلا؟ هنا انا كنت عامله هيت. ماشي، انا عملت هنا ايه؟ هيت في الجزء اللي هو اللي على السهم. طيب بعد كده نبدأ ناخد الجزء الثاني المهم بقى، اللي هو كلمة البالانس اوف ذا ايكويشن. يعني ايه بالانس اوف ايكويشن؟ يعني ازاي اقدر اوزن الايكويشن دي، بوزنها ازاي؟ يعني ايه اوزنها؟ يعني انا لازم ابص على الرياكتنت كده. الرياكتنت هنا انا عندي اهو قدامي في مغنيسيوم 1 اتوم اوف مغنيسيوم، عند هنا 2 اتوم اوف اكسجين، لقيت نفسي طالعه بال 2 ام جي او اللي هو المغنيسيوم اوكسيد، اللي هو الايه؟ المغنيسيوم اوكسيد، طلعت بحاجه اسمها مغنيسيوم اوكسيد. بس بص كده، انا طالعه بال 2 اتومز اوف مغنيسيوم اوكسيد، ده كده مش بالانسد. يبقى البالانس هو ان انا لازم عدد الاتومز اللي انا داخله بيها ايكوال لعدد الاتومز اللي انا خارجه بيها. فانا لو انا داخله باتوم واحده من المغنيسيوم لازم اخرج باتوم واحده من المغنيسيوم، لكن اللي حصل العكس، انا داخله باتوم من المغنيسيوم اهي خارجه بتو اتومز، يبقى الايكويشن دي مش بالانسد. طب تبقى بالانسد ازاي؟ لما احط 2 قبل الايه؟ الام جي، تبقى 2 ام جي بلس او 2 هتديني 2 ام جي او. ده كده كلمه اللي هو البالانسد للايكويشن. تعال نبص على اللي بعدها، ممكن بقى نختار حد نشوف انتوا صاحيين ولا نايمين كده، ها، عشان نعرف ان الايكويشن اللي قدامي دي هل هي بالانسد ولا لا. نشوف الناس صاحيه ولا نايمه. ها، this equation is balanced اللي هي عباره عن hydrogen 2 plus Cl2، الايكويشن is balanced or not balanced؟ رودينا خالد، نعم هيا رودينا، الايكويشن is balanced ولا لا؟ مش بلانس، دي عشان المفروض التو هتروح مع التو. هتروح فين يا رودينا؟ بلانس. رودي احنا داخلين بكم اتوم من الهيدروجين في الرياكشن؟ انت فاهمه الاول الكيميكال رياكشن ولا لا؟ احنا عندنا الجزء الاولاني ده اسمه ايه؟ رياكتنت، اللي هو اللي بيتفاعل مع بعضه، والجزء اللي بعد ده كده برودكت. اسمه البرودكت. برافو عليك. لازم الحاجات اللي بتبقى داخله، يعني الرياكتنت او الانجريدينتس بتاعتك، المكونات بتاعتك اللي انت هتدخليها في الرياكشن دي ار ايكوال تو ذا نمبر اوف اتومز اللي خارجه في البرودكت، صح كده؟ طيب انت عندك كم اتوم من الهيدروجين داخلين؟ تو طيب وعندك كم اتوم اوف كلورين داخلين عندك؟ تو طيب دلوقتي ال HCl هنا قدامك البرودكت في كم اتوم من الهيدروجين ون وكم اتوم اوف كلورين؟ ون طيب to be balanced لازم احط رقم كام بقى؟ فور احط 2 قبل ال HCl. ركزي يا رودي، انا هقولها لك تاني. Thank you. دلوقتي أنا عندي 2 أتوم من الهيدروجين، تمام، داخلين وعندي 2 أتومز أوف كلورين، لازم أحط هنا رقم 2. ليه حطيت رقم 2؟ لما أحط رقم 2 هيبقى عندي 2 أتوم زي اللي حصل هنا بالظبط. أنا كان عندي 2 مغنيسيوم، خرجوا 2 مغنيسيوم، عندي 2 كلورين مثلا أو 2 أكسجين، هيخرجوا 2 أكسجين. هي نفس الفكرة بالظبط يا شباب.
انا عارفه الحته بتاعت البالانسد ممكن تبقى رخمه شويه، بس نركز فيها مع بعض. انا عندي H2 بلس Cl2. هو ممكن يجيب لك في الاختيارات على فكره، ممكن يجيب لك ايه في الاختيارات، يروح جاي كاتب لك H2 بلس Cl2، البرودكت بتاعك هيبقى 2 HCl، ولا مثلا هيبقى HCl بس، ولا HCl ويروح حاطط لك 2. هو هيبقى HCl بس اللي قبلها هنا رقم 2. رقم 2 ده معناه ايه؟ رقم 2 ده معناه ان انت we have two atoms of hydrogen and also we have two atoms of chlorine. تمام كده؟ الجزء بتاع البالانسد هياخدني لحته تانيه مهمه قوي، اللي هو قانون بتاع conservation of mass. اللي هو يعني ايه conservation of mass؟ اللي هو قانون حفظ الوزن. حضرتك بيقول لك انك لازم البرودكتس عندك ان هو الماس اوف ذا رياكتنت از ايكوال تو ذا ماس اوف برودكت. وزن الرياكتنت لازم يكون مساوي لوزن البرودكت اللي عندك. يعني لو انا جيت وزنت الهيدروجين مع الكلورين الاثنين مع بعض، الماس بتاعهم must be equal to the mass of 2HCl. طب وانا دي احسبها ازاي؟ قال لك تحسبها عن طريق الماس نمبر. نعملها بالراحة مع بعض. ازاي اعملها عن طريق الماس نمبر؟ انا دلوقتي عندي ال H2 ديت، ال H2 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماس نمبر بتاعها 1. طيب ال 1 ماله؟ قال لك ال 1 تايمز 2. ايه ده، جبت منين الكلام ده؟ انت بتعكي ليه؟ هقول لك بالراحة. انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب الماس بتاع الهيدروجين، وزن الهيدروجين. اجيبه ازاي؟ اكتب الماس نمبر تايمز العدد بتاعه الاتومز. هنا الماس نمبر هو 1 وعدد الاتومز كام؟ 2. يبقى 1 ملتبلاي 2 بلس، وراح جايه هنا كاتبه بلس. بلس مين بقى؟ الكلورين. الكلورين الماس نمبر بتاعه كام لو فاكرين؟ 35 تايمز كام؟ تايمز 2، لان هو عدده 2. هيديني كام؟ هيبقى 1 تايمز 2 ب 2، وهنا ب 35 تايمز 2 اللي هي 70. يبقى الانسر بتاعتي 72. ده كده الماس بتاع مين؟ ده كده الماس بتاع الرياكتنت. ده كده الماس بتاع مين؟ الرياكتنت. طب تعال نحسب الماس بتاع البرودكت. ماس البرودكت هيبقى عباره عن 2 تمام تايمز كام بقى؟ تايمز 1 بلس 35. 2 تايمز 1 بلس 35 اللي هي هتديني 70 برضو 2. ده هيبقى الماس بتاع البرودكت. طبعا كله تاه مني وزمانه سرح ومش فاهم انا بعمل ايه، هقولها لك تاني وبالراحه. دلوقتي how to calculate الماس of، انا دلوقتي عايزه اتاكد من نظريه ان الماس بتاعت الرياكتنت ايكوال للماس بتاعت البرودكت. وزن الرياكتنت بيساوي وزن البرودكت. هحسبها ازاي؟ هجيب عدد الاتومز واضربه في الاتوميك الماس نمبر. هضربه فين؟ في الماس نمبر. طيب تعال نجرب. هيبقى 1 تايمز 2، ده كتله او وزن بتاع مين؟ بتاع ال 2 هيدروجين اتوم. طيب الماس نمبر بتاع الكلورين كام؟ 35. هيبقى 35 تايمز 2 ب 70. 70 بلس 2 72. تمام؟ نفس الكلام هنعمله برضو هنا. هتلاقي ان هنا عدد ال HCl هو هيبقى 36. جبتها منين ال 36؟ الماس نمبر بتاع الهيدروجين وال 35 بتاعت الكلورين تايمز ال 2 هتبقى 72. اصبح الماس بتاع الرياكتنت ايكوال الماس بتاع البرودكت. لو في حد مش فاهم ريز يور هاند اشرحها لك تاني.
ايه ده، كل دول مش فاهمين؟ طب نختار حد من الريز يور هاند اللي مش فاهم، نشوف هو مش فاهم ليه. ايه لوجي؟ بس عايزة يعني أنا مش فاهمة، أو يعني الرقم يعني في البالانسي علشان تبقى يعني بص، تبقى انت مش فاهمه البالانس، ولا مش فاهمه فكره ازاي تو كالكوليت ذا ماس اوف ذا كيميكال ايكويشن؟ لا أنا مش فاهمة البالانس. مش فاهمه البالانس. البالانس ما هو الا انا دلوقتي بشوف عدد الايه الاتومز اللي في الرياكتنت. يعني تعالي كده هعمل معاكي، ثواني، تعالي نبص على هنا، عدد الاتومز اللي في الرياكتنت هنا في الايكويشن اللي قدامك دي، كام اتوم من الهيدروجين؟ 2. طيب وكم اتوم من الكلورين؟ طيب الهيدروجين مع الكلورين بيديني حاجه اسمها ايه؟ هيدروجين كلورايد. مش انت عارفه المعلومه دي، ان ده اسمه الهيدروجين كلورايد او الهيدروكلوريك اسيد اللي هو الاتش سي ال. ده عادي، دي مع تفاعلت الهيدروجين مع الكلورين اداني هيدروكلوريك اسيد، دي ما فيهاش مشكله. وبعرف اكتب الفالنسي بتاع الهيدروكلوريك اسيد اللي انا اتعلمته الدرس اللي فات اللي هو اتش سي ال. انا بقعد ابص بقى، انا داخله في الرياكتنت بكام اتوم اوف هيدروجين؟ داخله باتنين اتومز اوف هيدروجين. داخله بكام اتوم؟ اتنين اتومز اوف هيدروجين. خرجت بيهم هم، ادي 2 هيدروجين. طيب داخله بكام اتوم من الكلورين؟ باتنين برضه، خرجت بيهم هم. بكتب اتنين دي قبل الكيميكال كومباوند، معناها ده اتنين للكل، اتنين للكل، يعني اتنين هيدروجين اتنين كلورين. فهمتي حاجة؟ أنا فهمت، بس هو الرقم الاتنين ده ثابت؟ لا، حسب يا حبيبي الرياكشن اللي انا بعمله. يعني انا لو دخلت بثلاثة اتومز مثلا من المغنيزيوم، هخرج باتنين مغنيزيوم ولا هخرج بثلاثة مغنيزيوم مثلا؟ نعم، ما سمعتش حضرتك. لو انا دخلت بثلاثة اتومز اوف مغنيزيوم، الكلام للجميع ركز معايا، لو انا في رياكشن دخلت الثلاثة اتوم من المغنيزيوم، هخرج بكام اتوم من المغنيزيوم؟ هيبقى البرودكت فيه كام؟ اثنين ولا ثلاثة؟ البرودكت 3. ثلاثة. حبيبة قلبي أنا قلتها لكم، بس طبعا ده كلامي بيني وبينكم، أنتوا ولادي كده مش هخبي. لو أنا جيت عملت أكلة النهاردة حلوة، حطيت أنا بطبخ النهاردة، أنا قلت لكم تشبهوا الكيميكال رياكشن دي بالطبخة. أنا النهاردة هعمل 3 قطع لحمة في الأكلة، لما بعد ما طبختها وطلعت بقى طعمها حاجة تانية، هتطلع 4 حتت؟ هتطلع 5 حتت؟ ولا هم نفس ال3 حتت بتوعي اللي أنا طبختهم في الأول؟ نفس الـ3 حتت. هم نفس ال3 حتت. يبقى الـ number of reactant must be equal to the number of product، عدد الـ reactants اللي أنا مدخلها الـ chemical reaction يساوي لعدد الـ atoms of the product، نفس اللي داخل بيه أنا خارجة بيه. تمام كده؟ الدنيا وضحت شكرا. شوية يا لوجي؟ طب شكرا الحمد يا لله. ميس. العفو يا حبيبتي. نشوف لو في حد تاني مش فاهم ازاي how to calculate the mass. في حد مش فاهم ازاي احسب الماس، ولا كانت مشكلتك في البالانس بس؟ كريم، ميس انا مش عارفه ازاي احسب الكالكوليت بتاعت الماس. حاضر نقولها تاني. بص يا كريم، دلوقتي انا ازاي احسب لكل اتوم؟ الاتوم الاولانيه قدامك الهيدروجين، الماس نمبر بتاع الهيدروجين كان 1، فاكر الماس نمبر؟ يعني ايه ماس نمبر؟ اللي هو اللي كنا بنكتبه فوق، اللي هو كان عدد النيوترونز بلس عدد البروتونز، ده الماس نمبر. فالماس نمبر هكتبه تايمز النمبر اوف اتومز. يعني ايه؟ يعني انت عندك كام اتوم من الهيدروجين دلوقتي؟ 2. 2. 2 تايمز الماس نمبر، مين الماس نمبر بتاع الهيدروجين؟ 1. يبقى 2 تايمز 1 1. ايكوال 2. طيب الكلورين، الكلورين عبارة عن ايه؟ عبارة عن الماس نمبر بتاعه 35. تمام، 35 تايمز كام؟ تايمز 2. 2 اللي هو ايه؟ عدد الاتومز بتاع الكلورين. اتوم انا بعمل ايه عشان الناس اللي مش عايزه حد يسرح مني؟ انا مش بكلم كريم بس، انا بكلمكم كلكم. انا عايزاكم تفهموا يا رجاله ان احنا دلوقتي يا حبايبي بحسب حاجه اسمها الماس. الماس اللي هو يعني ايه؟ يعني الوزن بتاع الرياكتنت. طيب احسب وزن الرياكتنت ده ازاي يا رجاله؟ بحسبه عن طريق اجيب كل اتوم كده، يعني زي الهيدروجين كده، اجيب لها الماس نمبر بتاعها واضربه في عدد الاتومز بتاعه.
حلو الكلام. الكلورين هجيب الماس نمبر بتاعه واضربه في عدد الاتومز اللي موجوده فيه. لما عملت كده بقى الهيدروجين ايكوال 2، ده الماس بتاع الهيدروجين وده الماس بتاع الكلورين، هجمعهم مع بعض يعني هجمع الاثنين مع ال 35 تايمز 2 يعني 70، ف2 بلس 70 طلعت 72. ورقه وقلم واكتب ورايا الحاجات دي، يعني حاول ايه تكتب معايا عشان تعرف تحل. انا بحسب، اعمل لنفسي كده. انت بتحسبي ايه؟ انا بحسب الماس بتاع الرياكتنت. بتحسبيه ازاي؟ الماس نمبر تايمز النمبر اوف اتومز بلس مين؟ الماس نمبر تايمز برضو النمبر اوف اتومز. حسبتي بتاع الرياكتنت؟ اه حسبت، طلع 72. تعال نبص بقى هنا على الايه؟ الماس بتاع البرودكت. الماس بتاع البرودكت هيبقى 2، هخليها بره البراكتس، وجوه البراكت هكتب 1 بلس 35. جبت منين ال 1؟ ده الماس نمبر بتاع الهيدروجين. طب انت كتبتيه 1 بس ليه؟ لان انا ما عنديش غير هيدروجينيه واحده، انا مخليه ال 2 بتاعت البراكت دي بره. طب وال 30 وال 35 دي بتاعت ايه؟ دي الماس نمبر بتاعت الكلورين. يبقى 1 بلس 35 ايكوال 36 تايمز 2، اعملها كده بالكالكوليتر هتلاقيها 72. الله، ده البرودكت الرياكتنت 72 والبرودكت 72. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الماس، وزن الماس بتاع الرياكتنت ايكوال لنفس الوزن بتاع البرودكت. تمام كده؟ يا رب اكون الصورة تمام. فهمت يا كريم ولا لسه؟ فهمت يا مس. اه طب يا حبيبي تمام. عايزة بس أخلص الجزء ده. أنت الجزء ده عشان بس يمكن جديدة عليك، هتحس إن أنت مستغربه شوية، مجرد ما إيدك تشتغل فيها تلاقي الموضوع سهل أوي. أهو هو هنا بقى عمال نحسب حاجة تانية. ثواني يا شباب كده، أهو دي تجربة تانية هي. ممكن ناخد مثلا صفا. صباح الخير يا صفا، صباح النور يا ميس، عاملة ايه؟ الحمد لله. بصي بقى، تعالي نحسب الماس هنا بتاع الايكويشن دي. تعرفي تحسبيها؟ هتعرفي ان شاء الله، انا واثقة. يلا ان شاء الله. هقول لك، انا هسهل لك. المغنيسيوم الماس نمبر بتاعه هو مديهولك اهو، قال لك if you know ان المغنيسيوم الماس نمبر بتاعها 24. انا بس مش هعمل السوليوشن عشان فاكره تلاقيكي تبصي على السوليوشن. يلا قولي لي بقى، انا عندي 2 mg plus O2. ده الاول، بس عايز اسالك على حاجه يا صفا، هو ده كده اسمه ايه الجزء اللي هو قبل السهم ده؟ هيبقى اسمه ايه؟ مغنيسيوم اوكسيد. لا يا حبيبي مش مغنيسيوم قصدي. بلس اوكسجين. اسمها ايه؟ رياكتنت. اسمها ايه؟ رياكتور. رياكتنت. واللي بعد السهم ده اسمه البرودكت. تمام كده؟ طيب انا عايزاكي تحسبي لي الماس 2 مغنيسيوم بلس O2. هنعمل 24 تمام باي 2. حلو قوي. ده كده بحسب الماس بتاع المغنيسيوم بلس 16 باي 2 برضو عشان برافو عليك، والله شغل عالي جدا. ال 2 تايمز 24 ده معناه كده اللي هو ده الماس بتاع المغنيسيوم بلس ال 2 تايمز 16 ده الماس بتاع الاكسجين. طيب حلو الكلام ده. وبعدين هيطلع عامل الكالكوليتر بقى. يلا حاضر، ثانية واحدة. لا انت لسه هتقومي، هقول لك انا. طيب 2 تايمز 24 هيبقى 48. تمام؟ هيبقى 48 بلس 32، ده الجزء اللي انت ايه لسه قايله لي. تمام كده. طيب بالنسبه للبرودكت هتحسبيها ازاي؟ هنعمل 2 اوبن براكت و 24 بلس 16 بلس 24. برافو عليك، هيطلع 2 تايمز 40. الانسر هتبقى للرياكتنت 80، الحل هنا هيبقى 80، وهنا الانسر اولسو برضو هتبقى 80. ايه ده؟ يعني كده معناها ان الماس بتاع الرياكتنت ايكوال للماس بتاع البرودكت. ومن هنا عملنا قانون. ثانك يو يا صوفي، شطوره. شكرا. بس ميس، وانا كنت عايزه اسال سؤال. يا سلام، عشان جاوبتي صح هسيبك تسالي سؤال، اتفضل. قولي. هو ميس ممكن يكون مثلا الرقم
الرقم بتاع المغنيسيوم ممكن يكون مختلف عن بتاع الأكسجين؟ يعني مثلا المغنيسيوم تكون 3 والأكسجين تكون 2. بصي انا مش عايزاك تحتاري لسه في القصه دي، بس هي احنا عارفين ان المغنيسيوم لما بيكومباين ويز اوكسجين شكل الكيميكال كومباوند عامل ازاي؟ بيختلف اه لا شكله ايه اللي هو مغنيسيوم اوكسيد دي بكتبها ازاي اللي انت خدتوها ام الدرس اللي هي ام جي او صح او كده according to ام the valency اللي احنا عاملينها واكوردنج للكيميكال كومباوند، فعمرها ما هتيجي في رقم 3. يعني انا لو حطيت 3 دي هحط 3 علشان ايه؟ آه لو انا عندي اكتر من اتوم هيبقى قصه تانية، لكن انا حاطه 2 لان هي شكل الكيميكال كومباوند هيكتب 2 اتومز من المغنيسيوم بيقابلهم 2 اتومز من الاكسجين. وهقول لك على حاجه تانية، ان الاكسجين اصلا انا عملتها في الكلاس امبارح وريتهم ان الاكسجين بيحصل ان انا بكسر البوند اللي ما بين الاكسجين وبعضها لان بينهم دبل كوفيلنت بوند، فهيصبح عندي 2 اتوم من الاكسجين هيمسكوا في مين؟ محتاجين 2 اتوم من المغنيسيوم عشان يمسكهم صح كده؟ يبقى الاو تمام 2 لما تتفاعل مع المغنيسيوم هتتفاعل بان هي بتعمل بريك داون، وده التعريف بتاع الكيميكال رياكشن، هكسر البوند اللي ما بين الاكسجين، فلما اكسرها هيصبح عندي اكسجين واكسجين، هيروحوا فين؟ مين اللي هيمسكهم؟ مغنيسيوم ومغنيسيوم. تمام؟ تمام فهمت الفكرة كده؟ طيب ثانك يو أو شكرا يا ميس. مأموري. يلا تعالوا بقى نخش على ان احنا اتفقنا ان الريشيو او ان العدد بتاع الرياكتنت لازم يكون مساوي لعدد البرودكت اللي خارجه. عدد الرياكتنت اقصد بيه ان كل اتوم على حده، يعني ممكن صفا كمان برضو ما كنتش واخده بالها من النقطه دي، ان انا اقصد لو انا مدخله اتوم بتاعت مغنيسيوم لازم اخرج باتوم بتاعت مغنيسيوم، مدخله 2 لازم اخرج ب2، مدخله 2 اكسجين اخرج ب2 اكسجين، يعني انا لازم ابص على الرياكشن عدده معايا قد ايه، عشان كده سمينا ان انا عندي اللو اوف كونستانت ريشيو بيقول ان الماسز هي كمان لازم تكون كونستانت. يعني ايه الماسز؟ الاوزان. على فكره وانت بتعمل البالانس لو لقيت ان الماس بتاعت الرياكتنت مش ايكوال للماس بتاعت البرودكت يبقى انت عندك غلط في حساب البالانس. تمام؟ الحمد لله الحمد لله. انت ايه الامتحان بيجي كله تشوز وحوارات هتبقى اسهل، كان زمان يقعد يقول لك اعمل البالانس وقيس البتاع، بس ده معناه برضو مش معنى ان هو تشوز ان احنا هنهمل، لا خد بالك هو ممكن يجيب لك البالانس في وسط تشوز، ممكن يجيب لك احسب الماس وسط التشوز، فلازم تكون مركز في الجزء ده، وده يمكن انا بقول عليه ان هو مش اصعب جزء ولا حاجه، هو الجزء ده بالتكرار هتلاقيه سهل جدا. اخر حاجه في الدرس النهارده اللي هي types of chemical reactions. الكيميكال رياكشنز في منها انواع، في حاجه اسمها الدايركت كيميكال رياكشن، والدايركت كيميكال رياكشن يعني الايه التفاعل المباشر على طول زي ما بين element وelement. تعال نبص كده ازاي، عندك مثلا امثله ودي اكزامبل سهله جدا، يعني انت عندك مثلا مثال من تو نون ميتالز يتحدوا مع بعض، مين اشهر تو نون ميتالز يتحدوا مع بعض؟ عندي الكربون مع الاكسجين هيديك كربون دايوكسيد، وده سهل وعبيط جدا. هيدروجين مع كلورين هيديني هيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl، ده نون ميتال مع نون ميتال. طب مثال تاني للميتال مع نون ميتال، وده زي المغنيسيوم والاكسجين واحنا هرينا بعض امثله فيه وحافظينه اللي هو ام جي او. طيب element مع كومباوند، ركز بس مع الجزء دوت. يبقى احنا خدنا خلاص ميتال مع نون ميتال سهله، خدنا الميتال نون ميتال مع نون ميتال، ده element مع element. يعني ايه element؟ بس اوعى تكون نسيت يعني ايه element. element يعني عنصر واحد بيتكون من one atom. طيب لكن element مع كومباوند زي كده، انا عندي مثلا element زي الاكسجين، كومباوند زي كربون مونوكسيد، كربون مونوكسيد سي او لما يتفاعل مع الاو 2 في وجود علامه المثلث دي اللي انتوا بتشوفوها دي معناها ان في هيتنج بيحصل، هيديني كربون دايوكسيد، يبقى 2 كربون مونوكسيد مع اكسجين هيديني 2 كربون دايوكسيد. حقق كده قصه البالانس وشوف الكلام بتاعك صح ولا لا. انا معايا 2 كربون انا خارجه بيهم اهم، ادي الاثنين كربون معايا هنا، ادي 2 اكسجين ومعايا 2 كمان اكسجين، يعني خارجه هم 2 و2 4 اكسجين، يعني عدد الاتومز. دايما لما تشوف اي كيميكال رياكشن قدامك حاول تاخدها كلعبه،
بص كده على البرودكت، بص على الرياكتنت وبعدين بص على البرودكت. لو العدد بتاعك هو نفس العدد بتاع الرياكتنت موجود في العدد بتاع البرودكت يبقى انت صح. عندي element مع compound زي 2 نيتروجين مونوكسيد مع اكسجين هيديني 2 نيتروجين دايوكسيد اهم. اخر حاجة او اخر نوع اللي هو compound مع compound. compound مع compound زي الامونيا NH3 مع هيدروكلوريك اسيد هتديكي امونيوم كلورايد. والامونيوم كلورايد دوت لو انا جبت glass root with ammonium solution close to the mouse test tube بيتكون من هيدروكلوريك اسيد. لو انا عملت التجربة دي كنا بنعملها ساعات في اللاب، ان انا اجيب شوية HCl واحط عليهم امونيا. الامونيا دي اللي هي النشادر بتبقى ريحتها صعبة جدا لما حد بيحصل له اغماء ولا حاجة بنحاول نشممها له عشان بتبقى ريحتها نفاذة جدا. فلو انا جبت HCl وحطيت عليه ال HCl ده اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، ده سائل اسيد عامل زي المية كده شبه المية طبعا، بس ده طبعا يعني خطر جدا، ما حدش بيعمل التيست ده بيدوقه ولا بتاع. بس انا بقول يعني احنا لو جبت شوية HCl وحطيت معاهم في التيست تيوب حبة أمونيا، هلاقي إن حصل وايت كلاودز. وايت كلاودز يعني سحب بيضة كده، السحب البيضة دي انديكيت بتفهمني إن حصل حاجة اسمها أمونيوم كلورايد إز فورمد. تمام. آخر حاجة للأبليكيشنز للكيميكال رياكشنز إن أور لايف، إن أنا عندي إن الكيميكال رياكشنز التفاعلات زي ما قلت لك إن التفاعلات الكيميائية دي حاجات بتحصل في حياتنا على طول، ان ده بيتفاعل مع ده فبلاقي ناتج تاني. فبيحصل زي فين؟ قال لك في بعض المصانع والادويه زي الفاول بيرنينج. الفاول بيرنينج ان الكربون دايوكسيد بيزيد في الاتموسفيريك تمبريتشر، وده بسميه جرين هاوس افكت اللي هو زياده الكربون دايوكسيد. تمام. الكربون دايوكسيد بيسمح للبنتريشن اوف ثيرمال ريز فروم سن نيفر ليت باك ذم باك، بيسمح لي بالدخول للثيرمال ريز من الصن وما يسمحش بيها بعودتها مره تانية. ده من فوائد الكربون دايوكسيد. اما الكربون مونوكسيد، وخد بالك لغايه دلوقتي في ناس وده بيجي كتير اسئله امتحانات بيبقى في فرق ما بين الاثنين، كربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد نسبته في الجو لما بيبقى موجود بيعمل هيدك فينتنج اند ستومك اشز ماي ليد تو ديث. ان الكربون دايوكسيد الكربون مونوكسيد وجوده بزياده عن اللزوم هلاقيه ان هو بيسبب صداع وارهاق وتعب. كل دول نتائج لبعض الكيميكال رياكشنز اللي بتحصل في المصانع والحاجات دي. فهتلاقي ان زي الكربون الفورميشن للكربون دايوكسيد، كربون مونوكسيد، سلفر اوكسايدز برضو. وخد بالك عندي نوعين الاس او 2 والاس او 3، وده الاسيد الجازز اللي بتسبب الامراض التنفسيه. يعني وجود السلفر اوكسايدز في الاتموسفير نتيجه المصانع والحاجات ديت، وجود الغازات ديت بيسبب حاجتين، بيسبب ريسبيراتوري ديزيزز وبيسبب اللي هو البيلدينج كروجر. ده الكلام ده بيجي ازاي؟ بيجي لك على شكل تشوز. مين اللي بيسمح بالبنتريشن بتاع الثيرمال؟ يبقى الكربون دايوكسيد. طب مين بيعمل هيدك؟ يبقى الكربون مونوكسيد. مين بيسبب امراض الريسبيراتوري سيستم والبيلدينج كروجن؟ اللي هو السلفر دايوكسيد وترايوكسيد. مين اللي بيتسبب في اللي هو نتيجه البويزنز وبيأثر على جهاز المخ؟ النيتروجين اوكسيد. اللي بيأثر على النيرفس سيستم والاي؟ النيتروجين اوكسيد. البيرنينج بتاع الكولز والسيليلوز فايبر such as paper cigarette بيسبب اللانج كانسر. دي شويه حاجات كده انا عارفه ان هي مش يعني مش صعبه ولا حاجه، انا عارفه ان انتوا كلكم هتحفظوها، بس هي لان بيجي فيها تشوزز كتير. مين يكون السبب في الكروجن بتاع البيلدينج زي لسه بنقول؟ السلفر اوكسيد. مين السبب؟ بص انا بكررها تاني عشان تحفظها. مين السبب للبنتريشن بتاع الثيرمال ريز من الصن؟ ده الكربون دايوكسيد. بهنا نكون خلصنا ليسون 3 اللي هي الليسون الاخيره في يونت 1. ان شاء الله الاونلاين اللي جاي هيكون مراجعه سريعه تاني على ليسون 3 والاسئله بتاعتهم، فاتمنى ان انت تذاكرها كويس جدا وتحفظها عشان لو عندك اي سؤال المره الجايه نبقى حفظناه واشتغلنا عليه. ربنا معاكم واشوفكم كده على خير. حد عنده اي اسئله يا رجاله؟ انا عشان فاضل خلاص اقل من دقيقه، في حد ناقصه اي حاجه؟ قولي يا لمار.
ازيك يا مس؟ ازيك يا نجم؟ يلا بس عشان فاضل اقل من دقيقة اقول. بس عندي سؤال اللي هو في ال HCL، لو احنا ليه لما جينا نعمل ال 2 multiply، يعني ليه عملنا 2 multiply 1 plus ال 35، ليه ما عملناش ال 2 multiply 35 على طول؟ لان لا انا عملتها 2 مالتبلاي 35 دي لما كانت في الرياكتنج، لانها كانت مكتوبه سي ال 2، بحط ال 2 بره واحط وافتح براكتس لما يكون زي 2 اتش سي ال، يعني لو 2 اتش سي ال بروح جمع الماسز مع بعض في براكتس واعملهم تايمز 2، فاهمه؟ لكن لو اه سي ال 2 يبقى 2 تايمز ال 35. انا